كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على فعل الخير ليل نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عمل الخير هو الذي ينقذ العبد يوم القيامة، فكان كل صحابة يتسابقون في فعل الخير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة العسرة أخذ يقلب مال عثمان بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تخيلوا مشاهدين الكرام أن المال الذي تصدق به سيدنا عثمان بن عفان قد نفعه في الحياة ونفعه بعد الحياة. هكذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صوما مقبولا. وكما عودناكم مشاهدينا في حلقاتنا دائما ندل على فعل الخير وعمل الخير. معنا اليوم هيئة متميزة تميزت وتفردت بالعديد من المبادرات الإنسانية والخيرية في الدولة وخارج الدولة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ علي الشريف، رئيس اللجنة العليا لمشاريع المسؤولية لحملة رمضان. أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك أستاذ وائل، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. يسرك. بداية حابين نعرف المشاهدين بهيئة الأعمال الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة الأعمال الخيرية هي منظمة إنسانية عالمية تم تأسيسها في أوائل 1984 للميلاد بمرسوم أميري من سيدي صاحب السمو حاكم إمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي. هيئة الأعمال الخيرية طال عمرك تهدف إلى تعزيز مبدأ السماحة ونشر الخير ومساعدة المحتاجين وتأصيل مبدأ التسامح والإخاء بين الأفراد المجتمع. هذه بشكل عام هي هيئة الأعمال الخيرية. جميل. وجدنا هيئة الأعمال الخيرية هذا العام ما شاء الله لها نشاط غير مسبوق، وجدناها موجودة على مرأى ومسمع من الجميع، وجدنا حركة يعني ما شاء الله متفردة متميزة. في شيء حابين تقدموه للمجتمع وللعمل الخيري خاصة في حملة رمضان؟ أكيد. بس صراحة أنا أحب بداية أنتهز هذه الفرصة وأشكر قناتكم المتميزة. شكرا. وأشكر المشاهدين كذلك. نرفع بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن سعادة رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي والمدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية سعادة خالد عبد الوهاب الخاجة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وكذلك سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة. طال عمرك أخي وائل، بالنسبة للأشياء اللي تفردنا فيها هذا العام هي حملة المشاريع الموسمية. مشاريع الموسمية هي مشاريع كثيرة صراحة. جميل. يمكن أنا بس أختصر بعض الأشياء أو المشاريع الهامة. بشكل عام يمكن الكل يبدأ عن إفطار الصائم. مزبوط. لكن أنا أحب أبدأ عن مشروع عظيم اللي هو شريان الحياة، هو مشروع سقي الماء. رائع. اللي تفردت فيه هيئة الأعمال الخيرية صراحة هذا العام، وبمناسبة عام زايد طيب الله ثراه، تم توزيع إلى الآن 300 علبة ماء في مختلف أنحاء الدولة على الناس. 300 ألف علبة ماء على الناس في مختلف أنحاء الدولة، لأن كما لا يخفاك الماء صراحة هو شريان الحياة. طبعا. بالإضافة إلى تم استهداف 200 ألف وجبة إفطار صائم توزع في إمارة عجمان ورأس الخيمة مختلفة بشكل يومي، 6000 وجبة يوميا في 33 موقع. ومواقعنا ولله الحمد في هذه السنة كلها خيم يعني فيها أرقى معايير الجودة والتكييف ولله الحمد. الخيام كلها مكيف. الخيام كلها ولله الحمد. يعني اللي بيفطر مش بيفطر سريعا وينصرف حتى لا. يعني يذهب بعيد عن الحر. الآن أصبح يفطر ويجلس ويستأنس الحمد لله. اللهم بارك. وصراحة لازم نحن هذا المبدأ تعلمناه من الوالد زايد. الآن يعني نحن ما ننظر إلى الناس كأنه هو محتاج جاي يفطر، لا بالعكس، أنا أبغي أقدم له خدمة وهو يطلع من عندي هو مبتسم وهو يدعي لي صراحة. جميل. الآن الزائر سامحني يدخل دولة الإمارات لما يشوف هذا التآخي والترابط وهذا روح تجسيد هذا العمل صراحة، يعني كم هو يعني ننقل لنحن صورة طيبة في رائع. هذه الدولة رائع.
بالإضافة صراحة الإفطار داخل الدولة فقط أم داخل الدولة خارج الدولة؟ داخل الدولة وخارج الدولة. نعم. عندنا مبلغ تم تخصيصه اللي هي 3.5 مليون درهم لمشروع إفطار الصائم فقط داخل وخارج الدولة. ما شاء الله جميل. الله مبارك. من الأشياء الجميلة صراحة كان يوم أمس اللي هو اليوم يوم العمل الإنساني الإماراتي، صراحة كان تجسيد لروح التآخي بين دولة الإمارات وسلطنة عمان. تم توزيع وجبات إفطار الصائم على الحدود الإماراتية العمانية. الله، فكرة جميلة. وكذلك صراحة كان في متطوعين كثار صراحة، وضباط وقائدين عام الشرطة كذلك كانوا موجودين هناك. فكان يعني كانت صورة جميلة صراحة. حولت النقاط الحدودية إلى نقاط توحد ومحبة وإفطار جماعي وشيء رائع ما شاء الله عليكم يعني. والأطفال كانت سبحان الله تنزل من السيارات وتحب يعني توزع هي بنفسها. جميل. أيضا سمعنا أن في مبادرة رائعة تبنتها هيئة الأعمال الخيرية، وهي حب الخير للصغار للأطفال، أن يشاركوا هم أيضا في زرع هذه البذرة في نفوس الأطفال الصغار. إيه نعم، السنة هذه خصوصا استهدفنا فئة المتطوعين، وفتحنا يعني منصة عريضة لأي واحد يرغب في التطوع يقدم عندنا الأوراق الرسمية ونقبله كمتطوع. جميل. لاقينا صراحة كثير من الأطفال الصغار حتى اللي هم في الكي جي 1 حتى الكي جي 1 سنوات يعني وخمس سنوات ما شاء الله الحب يحب يشارك. طبعا بالتعاون مع الشرطة والشرطة المجتمعية. فشيء جميل صراحة أن نحن نغرس في نفوس الناشئة حب العمل. وإن كان شيء رمزي وإن كان ما فيش مجهود كبير للأطفال هؤلاء، ولكن كيك في السعادة اللي هم بتبقى في نفسهم أثناء تأنية عمل مجتمعي. أكيد وعمل أكيد خير. نعم. وهذا أيضا نعم. إنما يكون تربية الأسرة، الأسرة ربت الأطفال على هذا. نعم. وبالتالي الأباء هم كمان أيضا تربوا على ذلك. نعم. اسمح لي، من المشاريع المسلمية المهمة جدا لكل الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية مشروع زكاة المال، وخاصة في هذا الشهر الفضيل يعني. نعم. كيف ترون هذا المشروع؟ ولله الحمد مشروع زكاة المال هو من أعظم المشاريع اللي تتبناها هيئة الأعمال الخيرية كبقية الجمعيات. لكن أنا أحب أنوه ولله الحمد أن نحن في الجمعيات الخيرية وخصوصا في هيئة الأعمال الخيرية يعني في عندنا باحثين وباحثات مؤهلين ومتخصصين في هذا الجانب. البحث الاجتماعي عندنا يعني يرقى إلى أتم وأكثر مراتب السرية والخصوصية في بحث الحالات الاجتماعية، في الحالات التي تحتاج إلى مساعدة. في الحالات. طيب التي احنا نذكر المشاهدين برقم الهاتف المجاني للتواصل مع الهيئة، سواء كان حابب يطلع أو يخرج زكاة ماله أو حابب يأخذ مساعدة من المساعدات اللي بتبحثها الهيئة. رقم الهاتف المجاني، رقم الهاتف المجاني عندنا 800-536. موجود على الشاشة، الشباب خبروني الآن موجود على الشاشة أمام المشاهدين الآن. من يريد من مشاهدين الكرام أن يساهم أو أن يتبرع أو أن يخرج زكاة ماله أو أن يتصدق أو حتى يتطوع عبر المنصة المتميزة، عليه أن يتصل بهم عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين الكرام. نعود إلى زكاة المال ونقول زكاة المال لها مستحقين كثر، أصناف كثيرة. والمزكي أو الذي يخرج زكاة ماله ينظر إلى التعدد. فهل تنفق زكاة المال في هيئة الأعمال الخيرية على جهة واحدة مثلا كالمرضى أو الفقراء، أم توزع على عدد من المستحقين كالغارمين وغيرهم؟ كما لا يخفاك أستاذ وائل أن الزكاة هي فريضة شرعية. طبعا. وأصناف الزكاة كما ذكر الله سبحانه ثمانية. في القرآن ثمانية. نعم. أصناف في القرآن الكريم. نحن في هيئة الأعمال الخيرية عندنا التنوع صراحة، يعني مش أن نحن نحصر الزكاة لفئة معينة بس. جميل. الزكاة توزع عندنا سواء من كمواطنين دولة الإمارات أو غير المواطنين، ولجميع الأصناف وجميع الاحتياجات. العام الماضي يعني الرقم اللي تم استهدافه في زكاة المال اللي هو 15 مليون درهم، والسنة هذه عندنا بما يقارب تقريبا 18 مليون درهم. المستهدف بزيادة 20% عن العام الماضي تقريبا. إيه؟ 18 مليون درهم. أيوة نعم. نعم. المستهدف هذا يوزع على الفقراء، على المرضى، على طلبة العلم، على المتعسرين في الإيجارات في يعني كلمنا عن الأصناف التي تنفق عليها زكاة المال. الأصناف اللي تصنع يعني توزع عليها زكاة المال هي أصناف كثيرة صراحة، اللي هم الفقراء والمساكين. وعندنا بالإضافة إلى جانب كبير لهيئة الأعمال الخيرية تتبناها صراحة اللي هو كفالة الأيتام. جميل. وتوزيع زكاة المال على الأيتام. هيئة الأعمال الخيرية أنا صراحة يعني مما أعجبت وانبهرت فيهم عندهم كفالة أيتام بما يزيد عن 61 ألف يتيم.
61 ألف يتيم. أيوة في داخل كبير الدولة وخارج الدولة، وهذا ما يميزنا في هيئة الأعمال الخيرية صراحة. 670 يتيم في الدولة والبقية في أنحاء العالم في 14 دولة. اللي يميزنا كذلك في الأيتام وتوزيع الزكوات إن عندنا في هيئة الأعمال الخيرية حول العالم، مش فقط نحن ندفع اليتيم كفالة شهرية 150 وخلاص، لا، عندنا رعاية الرعاية الشاملة للأيتام. الرعاية الشاملة تعليميا وصحيا وثقافيا وفكريا واجتماعيا بجميع النواحي. الله، اليتيم من عندنا لما ينكفل ما يطلع من عندنا إلا هو متخرج من الجامعة أو متعلم، أو إذا هي وحدة مثلا بنت تكون متزوجة ما شاء الله. كثير من الأيتام صراحة انعجبنا فيهم في أثناء زيارة سعادة المدير التنفيذي للدول حول العالم، أن نشوف اليتيم يتبرع بوقته للطب أو في الهندسة، يقول أنا ما أنسى فضلكم أنتم بعد الله، أنا ما كنت صغير أنتم كنتوا. لما تخرج وأصبح طبيب عاد مرة أخرى ليكون هو كمان متبرع أو متطوع أو مساهم أو مشارك ولو بوقته أو أيوة. جهده. جميل، هنقف على باقي المشاريع الموسمية الخاصة برمضان هذا العام، ولكن نطلع فاصل ونرجع لحضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، سؤالنا اليوم سؤال في غاية سهولة. سؤال اليوم هو: أي آية قرآنية تكلمت عن عمل الخير؟ اذكر أي آية من الآيات التي تكلمت عن عمل الخير. والجوائز زي ما عودناكم هي 500 درهم نقدا يوميا ورحلتين عمرة أسبوعيا، ورقم الاتصال هو الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل ونكمل هذا اللقاء من برنامجكم صوما مقبولا. المشاريع الرمضانية كثيرة ومتعددة، والوقت الذي بقي من رمضان أيضا لم يكن فيه متسع كبير. رمضان يمضي ولعلنا لا نلحق رمضان العام القادم إن شاء الله. وفعل الخير من أهم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه يوم القيامة. فالإنسان عندما تأتيه المنية ويأتيه ملك الموت لا يجد شيء يتذكره في هذه اللحظة إلا أن يتصدق، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى الحياة من أجل الصدقة فقط. والآن الفرصة متاحة في رمضان والحسنات مضاعفة والنفس مقبلة على الطاعة، فندعو الجميع إلى المشاركة معنا في عمل خير. ونذكر بسؤال الحلقة مشاهدينا الكرام، وهي: أي آية من الآيات القرآنية التي تكلمت عن عمل الخير؟ عن عمل الخير، أي آية من آيات القرآن الكريم تكلمت عن عمل الخير؟ على الرقم الظاهر أمامكم مشاهدينا على هذه الشاشة. ونكمل مع ضيفنا الكريم السيد علي الشريف، رئيس اللجنة العليا للمشاريع الموسمية بهيئة الأعمال الخيرية. كنا بنسأل قبل الفاصل عن المشاريع الأخرى غير زكاة المال وإفطار الصائم الخاصة بحملة رمضان. سلمك الله، من ضمن المشاريع الموسمية اللي الهيئة تتبناها كذلك اللي هو من أهم المشاريع مشروع توزيع المير الرمضاني. المير الرمضاني. المير الرمضاني. جميل، هذا غير السلة الغذائية أو غير هذا؟ لا، هذا غير هذا. نعم، هذا فقط مشروع يعني توزيع الطرود الغذائية أو المير الرمضاني في رمضان فقط. جميل. المشروع هذا صراحة يعني لاقى إقبال كبير من المتبرعين، بناء على أن حصيلة كبيرة من المحتاجين عندنا في الهيئة. تم توزيع إلى الآن ما يزيد عن 8500 أسرة طرود غذائية. جميل. لكن من باب إسعاد المتعاملين اللي نحن نسميهم المتعاملين صراحة، السنة هذه كان توزيعنا غير عن قبل، غير المعهود أن مثلا نشتري لهم مواد غذائية ونعطيهم. السنة هذه مع شركائنا الاستراتيجيين صراحة تم تخصيص بطاقات تموينية بقيمة مشتريات من 200 إلى 500 أو 600 درهم على حسب. بطاقات مسبقة الدفع لجهات معينة يحصلوا منها على المواد الغذائية المعنية. أيوة، من الجمعيات. جميل. التعاونية يروح المتعامل يشتري أي شيء من المواد الغذائية حسب راحته وإسعاده، بحيث أنه هو يكون سعيد باللي يشتري وحرية الاختيار أمامه. وأنا ما شاء الله. أيوة نعم. ما شاء الله، جميل. هذه أيضا من رمضان، أيضا من المشاريع الأخرى. من المشاريع اللي الآن نحن في صدد تنفيذها صراحة اللي هو مشروع كسوة العيد. كسوة العيد تم تخصيص 600 ألف درهم خاصة فقط لكسوة العيد داخل وخارج الدولة. تم استهداف ما يزيد على 2000 أسرة لتوزيع كسوة العيد عليها. ومثل ما تفضلنا في البداية صراحة، مش نشتري لهم ملابس نحن ونعطيهم. السنة هذه كذلك مع شركائنا الاستراتيجيين بطاقة مشتريات يروح حسب مقاسه، حسب ذوقه، حسب ألوانه المحببة إليه، كل شيء. هي أيوة، لأن أنت تعرف الآن نحن في دولة الإمارات يعني في طبقات كثيرة. نعم. من أصناف المجتمع، فأنا ما أقدر أشتري لبس معين أعطيه لجنس واحد. جميل. البطاقة هذه
الواحد يعني له حرية الاختيار صراحة. رائع. نرجع نكمل مع حضرتك ونأخذ بعض الاتصالات ونكمل. ومعانا الاتصال الأول من سحر من الفجيرة. أهلا مرحبا يا سحر، تفضلي. أهلا فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا فعل الخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نشكرك يا سحر، بالفعل هذا أيضا من عمل الخير الكبير جدا. وإن كنا نتحدث عن عمل الخير وهو التبرع والصدقة والتطوع وغيرها من الأعمال الإيجابية، وأيضا الأمر المعروف من المسائل الإيجابية. معنا اتصال آخر من إبراهيم. أهلا ومرحبا يا إبراهيم، تفضل. السلام عليكم يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل. والسابقون السابقون أولئك المقربون. جميل، أين الإجابة؟ فين الإجابة يا إبراهيم؟ ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللي أنت حضرتك نتكلم عن أي آية؟ نعم، تتحدث عن فعل الخير وعمل الخير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بالفعل، نشكرك أخونا إبراهيم على هذه المشاركة. وإن كانت الآية الأولى من سورة الواقعة لأنها تحدثنا عن الثواب وعن من سبق في عمل الخير أو سبق في الصلاة أو العبادة أو التطوع أو غيره من الأمور، ولكن نريد الآيات الصريحة في عمل الخير. معنا الشريفة من رأس الخيمة. أهلا ومرحبا يا شريفة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نشكرك يا شريفة. نعم، سورة الإنسان. نعم، نشكرك يا شريفة. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هو تقديم العطاء لوجه الله سبحانه وتعالى، معناها الإخلاص الكامل فيه، والثواب أتى بعد ذلك في الآيات التي تلتها. معنا اتصال آخر من ريم. السلام عليكم يا ريم من عجمان، أهلا بك، تفضلي. عليكم السلام. وأحسن كما أحسن الله إليك. جميل، الإنسان يتذكر إحسان الله سبحانه وتعالى إليه في كل شيء، الذي خلق الإنسان وبرأ وذرأ وأنشأ كل شيء لصالح الإنسان، فيجب على الإنسان أن يحسن وأن يقدم الإحسان. أشكرك يا ريم على هذه الآية واللفتة الجميلة من آيات القرآن الكريم. مشاهدين الكرام، السؤال في غاية السهولة: أي آية من القرآن الكريم تكلمت عن عمل الخير؟ والجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا ورحلتين عمرة أسبوعيا لكم مشاهدين الكرام عبر هذا البرنامج صوما مقبولا. نرجع لضيفنا الكريم ونتكلم عن الإنسانية التي تقدمها هيئة الأعمال الخيرية في تعلية قيمة الإنسان، في رفع الألم عن المريض، في تعليم الإنسان وحفظ كرامته في المستقبل أن يكون إنسان نافع للمجتمع، في تقديم حتى الرغيف ليس في صورة عادية، تقدمونه كرغيف ذهبي، تقدمونه كشيء يقدم للحياة. هذه يعني المسائل الإنسانية التي تقدم برقي، نريد أن نعرج عليها سريعا للمشاهدين الكرام. بارك الله فيك. مثل ما تفضلت أن الإنسانية هو يعني مبدأ أساسي في ديننا الحنيف. جميل. وهذا الشيء سبحان الله، يعني الإنسان المسلم يعني من صفاته اللي هو مبدأ الإنسانية. الوالد زايد الله يرحمه، ونحن في عام زايد الله، يعني طيب الله ثراه، غرس هذا المبدأ في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. حلو. يعني تجد الآن مجتمع دولة الإمارات أي مكان هم صراحة مضرب المثل، وأنا دائما يعني أقول سبحان الله، هذا يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة الرشيدة. جميل. وكما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: وكان أبوهما صالحا. الله. الوالد زايد الله يرحمه يعني غرس هذا المبدأ فينا، المبدأ الإنسانية. الآن تحس يعني في متأصل في مجتمع دولة الإمارات، يقدم المساعدات للعالم ويقدم المساعدات الإنمائية. الدولة ما شاء الله يعني حصلت على المركز الأول عالميا في الدولة رقم واحد في المساعدات الإنمائية بالنسبة لدخلها القومي لمدة سنوات متعددة، فهي رقم واحد على مستوى العالم، وليست مساعدات عادية. الإنماء والتنمية المستدامة أصبح هدف أيضا في المساعدة، أنك تقدم للإنسان مشروع ينتج من ورائه أو أن يستمر هذا المشروع، ليس فقط سمكة كما يقولون، إنما نعلمهم كيف يصطادون هذا السمك. كيف تنفذون ذلك أستاذ علي؟ سبحان الله، يعني بنص العبارة اللي أنت تفضلت فيها، يعني اللي هو علمني كيف أصيد سمكة. نعم. هيئة الأعمال الخيرية تبنت حول العالم يعني مشروع يعني رائد جدا صراحة، اللي هو مشروع يعني تنمية الأسر. جميل. والتنمية المستدامة هذه هو مطلب من مطالب ويعني توجه عالمي الآن. نعم. أيوة نعم، نحن الآن عندنا هذا المشروعين اللي هو يعني العمل مقابل الغذاء.
في بعض في كثير من الدول الآن الإنسان يمكن ما عنده يعني مبلغ على أساس إنه يشتري طعام. جميل. فنحن شو نقول له بدل من البطالة أو هذا نقول له أنت تعال اعمل في السقي أو في الزرع أو في التنمية الحيوانية ونعطيه مقابل هذا العمل نعطيه غذاء على أساس يعني هذا سنة يعني نبوية لما قال ائتني بما عندك من البيت ثم أعطاك هدوم وقال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. هذا منهج لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتطبيقه بشكل بهذا الشكل رائع يعني. سبحان الله. ثاني مشروع سبحان الله تبنته هيئة الأعمال الخيرية يعني الآن صار من 2006 يعني أكثر من 10 سنوات سبحان الله. القروض الصغيرة. القروض هذا من يوم ما بدينا كان نعطي كنا نعطي كل أسرة يعني $1,000 فقط. جميل. عبارة عن يعني مشروع يعني يتم دراسته من قبل مختصين ثم إذا تم اعتماده نعطيه قرض حسن. القرض الحسن بعد ما هو يعني يدر هذا المشروع يرجع لنا القرض على مثلا شكل يعني 200 درهم في الشهر يرجع لنا. الآن وصلت القروض سبحان الله القروض الصغيرة هذه إلى $5,000 أي ما يعادل 18,000 درهم للشخص الواحد أو الأسرة الواحدة. للأسرة الواحدة. جميل. ولاقى إقبال كبير صراحة يعني المدير التنفيذي سعادة الأستاذ خالد عبد الوهاب الخاجة لما زار يقول سبحان الله شفت مثلا بعض الأمهات عندهم قطيع من الغنم الله وتتبرع وتنفق فيه على الأيتام وبدأ بهذه الفكرة الرائدة بدأ بالقروض الصغيرة. نأخذ بعض الاتصالات ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. معنا اتصال من أميرة من عجمان. السلام عليكم يا أميرة تفضلي. وعليكم السلام. إجابة السؤال قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أميرة لو سألناك سؤال جانبي وقلنا لك هذه الآية اللي تكلمت عن إطعام الطعام لليتيم والمسكين والأسير بدون تحديد ديانة ولا جنسية ولا عرق ولا لون هل لها علاقة بأنها جاءت في صورة اسمها الإنسان؟ يعني يجتمع فيه كل يعني ما في فرق بين كل إنسان فهو الإنسان يعني عبارة عن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى له علينا حق العطاء وحق الحياة كما أمر الله سبحانه وتعالى. بالفعل نشكرك يا أميرة على هذه المشاركة وهذه الإجابة. معانا عواطف من الشارقة. أهلا ومرحبا يا عواطف تفضلي. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نشكرك يا عواطف على المشاركة معنا وما زلنا مكملين معكم مشاهدينا في مسابقة صوما مقبولا. ومعنا ميار من أبو ظبي. أهلا ومرحبا يا ميار تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك بآية من سورة الحشر؟ تفضلي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يعني يقدمون خدمة للآخرين على مصلحتهم العامة يقدموها على المصلحة الشخصية. نزلت في مين هذه الآية ميار تعرفي؟ والله لا. نزلت في الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدموا للمهاجرين أروع الأمثلة في العطاء والإنفاق حتى أنه كان كل واحد بيقسم ماله لنصفين يعطي يعني أخي المهاجر نصف مالي ويعطيه نصف داري ويعطيه ما لا يتخيله حتى من زرعه لأنهم كانوا أصحاب زرع أهل المدينة. نشكرك يا ميار على المشاركة معنا. ومعنا آخر اتصال من بهية من الشرق. أهلا ومرحبا يا بهية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نشكرك يا بهية وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى بصير بكل شيء يقدمه الإنسان من عمل خير. وبنرجع لضيفنا وبنتكلم في رسالة توجهها المشاهدين أستاذ علي وتحمل هذه الرسالة هي هدف الهيئة في رمضان. عندي رسالة صراحة سامية أوجهها لكل صراحة المشاهدين أو المستمعين. الآن العمل الخيري صار عمل مؤسسي طبعا في الجمعيات الخيرية واللهم بارك يعني الكل ينفق سواء في رمضان أو في غير رمضان. جميل. وقال الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الرسالة هذه نلتمسها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. جميل. متفق عليه. بذل الجود هذا سبحان الله ما يحتاج سبحان الله تعليم أو تعلم. ندعو الناس إلى المساهمة في مشاريع هيئة الأعمال الخيرية
ولو بدرهم ولو بشيء يسير. نعم. مبادرة جميلة أخيرة أطلقناها هي التبرع بدرهم واحد فقط يوميا. مبادرة جود. مبادرة جود. نعم. درهم الجود. نعم. الله مبارك. الآن ممكن درهم هو يعني علبة ماء هي تساوي درهم واحد. يصنع الفرق. والواحد يعني ممكن يستهين بهذا الدرهم. نعم. لكن درهم بالنسبة لنا يصنع فرق صراحة. نعم. نشكرك شكرا جزيلا. وفصل قصير مشاهدينا بنرجع نكمل معكم الجزء الأخير من برنامجكم صوما مقبولا. رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل الجزء الأخير من حلقة اليوم صوما مقبولا ومع السحب. وأستاذ علي تفضل نعرف مين اللي فاز اليوم ب 500 درهم نقدا. تفضل. بسم الله. من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اليوم للفوز بالجائزة؟ ريم أحمد أحمد من عجمان. ريم أحمد أحمد من عجمان، ألف مبروك 500 درهم نقدا. ريم أحمد أحمد مبروك الجائزة. نشكرك أستاذ علي على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم وعلى هذا اللقاء الطيب. إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله نكمل في هذه المشاريع المتميزة. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاؤنا مع هيئة الأعمال الخيرية ومع السيد علي الشريف رئيس اللجنة العليا للحملة الموسمية، وتكلمنا فيها عن مشاريع رائدة مع هيئة الأعمال الخيرية. غدا إن شاء الله حلقة جديدة برنامجكم صوما مقبولا.